يلا خاطركم. شو ما بدك تفوت؟ ما بدك تطمن عليه؟ مو ناقصني بهادل أنا. ذاتا أبوكي بيعاملني على أني صبي بالوكالة، مو على أني صهره. أي حاجتك بقى، أنت اللي عم تتحركشه. لك أنا عم بتحركشه؟ معزز أحكي معه واعيه، قصة قعدته بالبيت لحاله هي ما بقى ينسكت عليها بنوب. يلا برجع باخدك أنا. أسلم لي على وشابي حليوة مثل أبوك. مهونة، شو كأنه جدك ما سمع؟ رجع دقيام، ما حدا يفوت لعنا. هات لشوف شو القصة. هلا نحن صرنا كم سنة عم نشتغل بتجارة الحنطة والشعير والذي منه؟ عمر أنا وأنت بلشنا سوا من هالوكالة وزحلقتني منها وصرت الكل بالكل. شو هالحكي لك هادي؟ إيش هو وكالتي لزحلقك منها؟ أنت اللي ما عاد عجبك الشغل بالوكالة. حلال عليك يا سيدي، أنا معلمي مو مقصر معي. إيه بس الشغل إلون، لا إلي ولا إلك. المعنى؟ المعنى أنا وأنت كل واحد فينا عم يشتغل بهالوكالات حتى ينهد حيله، عم يفعي فعي وبالأخير شو طال عنا ولا شيء. أنا تعبي عم ياخده معلمي وأنت تعبك عم ياخده عمك عدنان. صحيح عمي بياخد كل شيء، بس أنا وضعي غير وضعك. المهم اللي لوين بدك توصل؟ هلأ عمك كل قديش بيحاسبك؟ يعني ما في وقت محدد، بس الشهادة لله بيحاسبني. كتير منيح. إذا قلت لك في شغلة فيها قرشين براني بتشغل هالمصريات؟ ما في شي محرز هالأيام. لا سيدي في شي ومحرز. شو هو؟ سلاح من حجر. شو طالع بالإيد؟ آه هذا